السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو جديد معانا احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. ما تنسوش تدعموا مجهودنا بلايك للفيديو وشكرا لكل زملكاوي بيدعمنا وهيدعمنا. بأخطاء ساذجة من المدير الفني لفريق الزمالك الأمريكي فول فوجيت، ودع فريق الزمالك لكرة السلة بطولة إفريقيا المقامة حاليا في رواندا بعد الهزيمة أمام المنسترلي التونسي 87-81. لاعبي الزمالك لم يقدموا المستوى المطلوب، خاصة إيديغار سوسا وأنس أسامة ومهاب ياسر بجانب مشاركة دييغو وهو يعاني من الإصابة. الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري المصري. هناك بند يسمح للزمالك باستعادة اللاعب مصطفى محمد مجانا يوم 2/7 القادم، وهو عدم دفع غلاتاسراي لمبلغ 4 مليون دولار، حيث العقد به بند في حال تأخر غلاتاسراي عن السداد لمدة 48 ساعة يعتبر العقد لاغي ويعود اللاعب للزمالك مجانا. مصدر بالزمالك أكد أن إدارة الزمالك تلقت ترشيح لضم اللاعب علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي، وأكد مصدر من داخل الزمالك أن إدارة النادي سوف تعرض هذا الترشيح على البرتغالي فيريرا من أجل التعرف على رأيه. مصدر بالزمالك جنش قرر تأجيل حسم موقفه من الزمالك من عدمه في الموسم الجديد لحين نهاية مباريات فيوتشر المقبلة، ويرفض جنش التفكير خلال الفترة الحالية في موقفه من العودة للزمالك من عدمه بسبب ارتباط فيوتشر بمباريات مهمة في الفترة المقبلة ستحدد موقف الفريق من المشاركة في بطولة الكونفدرالية. وكان أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض تواصل مع الحارس للحديث معه بشأن العودة للزمالك في الموسم المقبل. هناك اتجاه لدى إدارة الزمالك لعودة حمدي النقاص في حال موافقة البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني. هذا الاتجاه جاء بعد إعلان أحمد دياب رئيس شركة كرة القدم بنادي فيوتشر بأن عمر كمال لاعب الفريق مرتبط بعقد طويل الأجل مع إدارة النادي، ولا صحة لكونه معارا من الزمالك لمدة موسم واحد فقط. مهند لاشين حصل على شيك بمقدم التعاقد من الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقيعه على عقود انتقال للزمالك في الموسم المقبل. أمير مرتضى ليس من المنطقي أن نخوض بطولتي كأس في نفس التوقيت بلوائح مختلفة. أكد أمير مرتضى منصور أن ناديه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن انتهاء المهلة القانونية المقدرة ب 45 يوم على الحكم الصادر للقلعة البيضاء في قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المعار لهاتاي سبور التركي، خاصة وأن الزمالك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن، وتابع فيفا سيقوم بإحالة الأمر للجنة الانضباط للاتخاذ الإجراء القانوني. خالد الغندور: الإدارة ستتعاقد مع 5 صفقات من الأجانب في الصيف المقبل، وأوضح هناك صفقتان للثنائي من إفريقيا السمراء وثنائي من المغرب ولاعب تونسي، وأكمل: سيحدث تعاون بين الزمالك وبيراميدز على مستوى الصفقات. فيريرا أكد لإدارة الزمالك بأن هناك نواقص فنية كبيرة للفريق في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفريق الذي فاز معه ببطولة الدوري في ولايته الأولى مختلف عن القوام الحالي. شدد فيريرا لإدارة الزمالك على أن في الفريق يعاني من نقص شديد في بعض المراكز، وهو ما يجعله يقوم بتغيير طريقة اللعب وتغيير أماكن بعض اللاعبين. أوضح مدرب الزمالك للإدارة أن إمكانيات بعض اللاعبين أقل من مستوى الزمالك، وآخرين غير جاهزين من الأساس وليسوا في فورمة المباريات، مبديا دهشته من هذا الأمر، خاصة وأننا في منتصف بطولة الدوري، وهو ما يعني أن الجميع كان لابد أن يكون في قمة فورمته. كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر أكيد: الزمالك فتح خط التفاوض مع رمضان صبحي بكل قوة ومع نادي بيراميدز في أكثر من صفقة تبادلية، وهناك تعاون بين الناديين في المرحلة المقبلة. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: مباراة الزمالك والإسماعيلي حتى الآن على استاد القاهرة الدولي ولا يوجد أي تغير حتى هذه اللحظة. نادي الزمالك قام بتحديد ملعبه الرئيسي هو استاد القاهرة، والبديل هو الدفاع الجوي، ولكن ينقل النادي مبارياته لابد أن يرسل خطابا للرابطة مع أخذ موافقة صاحب الملعب. رابطة الأندية سوف تتحرك بناء على خطابات الزمالك لأخذ الموافقات الأمنية، ولكن الرابطة لم تتسلم أي خطاب لنقل المباراة حتى الآن. نفى أمير مرتضى حصول المغربي خالد بوطيب على حكم رسمي من لجنة فض المنازعات الدولية بالفيفا، وكانت تقارير خرجت تتحدث عن حصول بوطيب على حكم بالحصول على 3,700,000 يورو من الزمالك. أكد أن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث أي تطورات جديدة في القضية، وتابع أن القضية لا تزال متداولة في المحكمة الرياضية الدولية وليس لجنة فض المنازعات، وأن إدارة النادي سبق وقدمت طعن على الحكم الأول وتنتظر قرار جديد في القضية.
حصل فيريرا على تسجيلات لمباريات الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري وشاهدها لدراية فريق الدراويش جيدا، حيث وقف بشكل كامل على نقاط الضعف والقوة في فريق الدراويش، خاصة أن نتائج الفريق الأصفر تحسنت في الفترة الأخيرة. فيريرا طلب من اللاعبين نسيان الفترة الماضية بحلوها ومرها والتركيز فيما هو قادم، قائلا فيما معناه اللي فات مات مش هنقدر نغيره، وشدد على الجميع ضرورة التركيز في المرحلة القادمة لاستعادة نغمة الفوز بداية من مباراة الإسماعيلي، حيث اعتبرها مفترق طرق في مشوار الفريق للحفاظ على الصدارة والحفاظ على اللقب الذي يحمل الزمالك لقبه، وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها في مبارتي طلائع الجيش وإنبي تحديدا، وشرح لهم بعض الأمور الفنية الأخرى. طلب فيريرا تقريرا كاملا عن مباراة الزمالك والجيش وعن أبرز لاعبي فريق الأمل لبحث الاستعانة ببعض العناصر في الفريق الأول خلال اللقاءات القادمة. كتب أحمد هاني زادة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك قائلا فتوح وأوباما مقابل رمضان صبحي. بن شرقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام الجميع يتحدث لكن لا أحد يعلم الحقيقة، قريبا ستعرفون كل الحقائق، شكرا لكم على تفهمكما للموقف. طلب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد استبعاده من مباراتي طلائع الجيش وأسوان، وتعد المباراة الإسماعيلي بمثابة الفرصة الأخيرة لانضمامه لمعسكر المنتخب المقبل. قام أشرف بن شرقي برفض عرض من الدوري الفرنسي مؤخرا، ورفض لاعب الزمالك عرض من أحد أندية الدوري الدرجة الثانية في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية. مجدي عبد الغني أبلغ فيريرا مسؤول نادي الزمالك أنه يرغب في استمرار المثلوثي وعدم رحيله بنهاية الموسم، مع إمكانية تدعيم تلك الجبهة بلاعب محلي صغير في السن يصبح مستقبل الفريق. أحمد دياب رئيس شركة الكرة بنادي فيوتشر عمر كمال مستمر معنا بعقد طويل الأمد بشكل طبيعي، وأضاف أحمد رفعت لاعب مميز وسعيد في فيوتشر ولا يفكر في الرحيل. أحمد شوبير ليس متحمسا، الزمالك ليس متحمسا لتمديد تعاقد أشرف بن شرقي لاعب الفريق رغم كونه لاعب مميز ومؤثر في النادي، وأضاف شوبير يعود سبب عدم تحمس الزمالك لعدم تمديد تعاقد أشرف بن شرقي هو دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع لاعب كبير في مركز بن شرقي لم يحصل على توقيعه حتى الآن، لكن لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الاتحادين الفرنسي والهولندي على إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وتحرك الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 19 يونيو المقبل. جالاتاسراي خاطب الزمالك وطلب تقسيط المبلغ على دفعتين نظرا لوجود أزمة مالية طاحنة في النادي، إلا أن الزمالك رفض هذا الأمر وطلب المبلغ بالكامل في الموعد المحدد، وإلا سيرفع الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم. نشر عمر ربيع ياسين ملخص لتفاصيل مفاوضات القطبين مع اللاعب والذي يسعى كل منهما لضمه إليه، وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب عمر ربيع ياسين قائلا حصريا منافسة قوية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك للتعاقد مع الجزائري فريد بولايا مهاجم ميدز الفرنسي. أحمد حسن خاص جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسؤول زملكاوي كبير ورمضان صبحي، وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الفريق. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب القناة، ومتشكر ليكم جدا على دعمكم.